عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. رواه أحمد. هذا حديث عظيم جدير بكل مشتغل بالتجارة قلت أو كثرت أن يتأمله وأن يكون نصب عينيه، بل ينبغي أن يشاع هذا الحديث بين التجار وفي المحلات التجارية وبين الشركات حتى يصحح لمن اشتغل بالتجارة مساره وطريقته في البيع والشراء والتعامل، وذلك بأن تكون التجارة في ضوء هذا الحديث قائمة على هذه الأسس الأربعة لا يساوم فيها مهما كان الربح. ففي الحديث معالجة حكيمة وعظيمة للفساد الذي يحصل لأخلاق الناس عند الإقبال على الدنيا وحطامها والتجارة واكتساب المال وطلب الأرباح، وأنه لا سلامة من ذلك إلا بأن يحافظ التاجر على هذه الأسس الأربعة المذكورة في هذا الحديث، ويحرص على ألا ينخرم منها شيء، ويجعلها بمثابة الركائز التي لا يقبل أن تضيع، ولا يبالي إن فاته شيء من الدنيا ما دام محافظا على هذه الركائز مهما عظمت المكاسب وكثرت الأرباح، فإنها لا تحطم شيئا من هذه الأسس، مستحضرا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا عليك ما فاتك من الدنيا. فهو غير مبال بما يفوته من الدنيا في سبيل محافظته وتمسكه بهذه الخلال الجليلة والخصال العظيمة المذكورة في الحديث. والإنسان عندما يدخل مجال التجارة يمتحن امتحانا شديدا في هذه الأمور الأربعة خاصة، فأحيانا تعرض له أرباح مغرية لكنها تحتاج منه إلى أن يكذب أو أن يغش أو نحو ذلك، فيدخل في مساومة مع نفسه: هل يقبل على الربح بمثل هذه المسالك، أم يقول كما دل الحديث: لا علي ما فاتني من الدنيا ولتبقى لي هذه الأسس، حتى لو كان في ظاهر الأمر أنه سيخسر تلك الصفقة أو تلك التجارة أو يفوته شيء من الأرباح والمكاسب. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا عليك ما فاتك من الدنيا، يعد ضمانا للتاجر، أي فلا تأس على ما فات من الربح وإن كبر، ولا تأسف، فإنك في خير وغنيمة حتى وإن فاتك هذا المال أو هذا الربح، ولك العوض المبارك من الله. ولهذا ينبغي على كل من يقدم على تجارة أن يتنبه لهذه الأسس الأربعة العظيمة وأن تكون ثابتة عنده. الأول: حفظ أمانة، أي أن يكون أمينا في تعاملاته، لا يغش ولا يخدع ولا يمكر، أمينا في حفظ حقوق الناس وفي إعادة أموالهم إليهم، فلا يضيع حقوق الناس بل يرعى للأمانة حقها. وقد يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن هل يحافظ على الأمانة أو يضيعها في سبيل أن يحصل مالا أو شيئا من حطام الدنيا. فكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عرض الدنيا ومتاعها الزائل. ومن الناس من يتعامل بالأمانة في حدود ضيقة وفي مصالح محدودة، فهو يتعامل بالأمانة في حدود من يعامله بها جزاء له من جنس عمله، فإذا وجد أمينا عامله بالأمانة، وإذا وجد خائنا عامله بالخيانة، وليس هذا من صفة المؤمن. ففي المسند وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة مطلوبة في كل وقت وحين وفي جميع الأحوال، وهي ممدوحة في جميع أحوالها، والخيانة مذمومة وقبيحة في جميع أحوالها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك.
نعم طالبه بحقك، لكن لا تعامله بمعاملة فيها خيانة، فإن الخيانة مذمومة في كل وقت وحين. الثاني صدق الحديث، أي أنه لا يكذب بل يحافظ على الصدق، وعندما يحدث الناس في بيعه وشرائه دائما يكون صادقا. إذا قال لهم مثلا هذه البضاعة جديدة فهو صادق في كلامه، وإذا قال هذا النوع أصيل يكون صادقا في كلامه، وإذا قال هذا من اليوم ليس من الأمس يكون صادقا في كلامه، ويقول في نفسه ماذا يغنيني إذا كسبت من هذا ريال ومن هذا ريال أو عشرة أو ألف أو أكثر، وضاع مني خلق الصدق وأصبحت كذابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وهو مؤمن بأن الرزق بيد الله، وليست الريالات أو الدراهم بالتي تضيع خلق الصدق عنده، لأن الصدق أصل ثابت وأساس لا يساوم فيه ولا يضيعه، وهذا الخلق من أعظم أسباب البركة في الرزق. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. بينما بعض الناس أخلاقياته تفسد مع ممارسة البيع والحرص على الدنيا والمكاسب، فيبتلى مثلا بصفقات معينة يجد نفسه منساقا إلى الكذب فيها، بل ربما يحلف أيمانا مغلظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فيبيع الصدق ويصبح كذابا من أجل اكتساب شيء من الدنيا ومتاعها الزائل. الثالث حسن خليقة، أن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة وبالآداب الكريمة. والمشتغل بالتجارة والبيع والشراء يشاهد من أصناف أخلاقيات الناس واختلاف طبائعهم، بل سيء المعاملة منهم شيئا كثيرا. ودوام الاحتكاك بالناس في البيع والشراء والمعاملات تؤثر على الأخلاق تأثيرا سلبيا إن لم يحافظ على هذه الركيزة المبينة في الحديث حسن الخليقة. فيصبح التاجر حينئذ في صراع مع نفسه للمحافظة على حسن خلقه، لا أن يبيع أخلاقه في السوق باحتكاكه بسيء الأخلاق من الناس، إذ إن بعض الناس بسبب معايشته لأصناف من الناس وحاجته للبيع والتجارة معهم أصبح لعانا طعانا بذيئا سيء الخلق، اكتسب هذا في تجارته وفي معاملته للناس، فضيع هذه الخصلة بسبب اقتحامه التجارة ودخوله فيها دون محافظة على هذه الركيزة العظيمة. والتاجر المسلم الناصح لنفسه لا يجعل التجارة واحتكاكه بالناس سببا لضياع الأخلاق. وماذا يربح الإنسان إذا حصل مالا وفسدت أخلاقه؟ وماذا تغني عنه أمواله؟ وماذا تنفعه إذا فسدت الأخلاق؟ الرابع عفة في طعمه، أي أن يتعفف في طعامه، وذلك بالحرص على اكتساب الحلال والبعد عن الحرام والمتشابه، كما تقدم في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهو حريص على عفة مطعمه، أي أن يكون طعامه فيه العفة الذي ليس فيه حرام وليس فيه شائبة حرام. فإذا كان البيع فيه ربا أو غش أو تدليس أو صورة من صور البيع المحرمة في الشريعة ابتعد عنه تماما،
لأن من الأصول الثابتة عنده عفة المطعم لا يفرط فيها، فيقتصر على الأرباح التي لا ينخرم فيها هذا الأصل. بينما بعض الناس يدخل التجارة وميدان اكتساب الربح ولا يبالي في قضية عفة المطعم، ولا يبالي بالمال الذي يكتسبه هل هو من حلال أو من حرام، بل بعضهم قاعدته في هذا الباب الحلال ما حل بيدك والحرام ما حرمت منه، فالذي حل بيده وصار في حيازته من أي طريق كان هو الحلال، والحرام ما لم تطله يده ولم ينل، فلا يبالي بحلال أو حرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجاب لمن كانت هذه حاله؟ ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. فهذا باب حري بالتاجر المسلم أن يعنى به تفقها وعملا، فلا يدخل على نفسه من الطعام والشراب شيئا إلا بعد تفقه، فإذا كان طيبا طعمه وشربه، وإذا كان حراما أو مشتبها تركه وابتعد عنه، لأن من الأصول الثابتة عنده طيب المطعم لا يساوم في هذا الأصل، بل هو عنده من الأمور الثابتة الراسخة. معاشر الأحبة الكرام، فليحافظ التاجر المسلم على هذه الركائز الأربعة ولا يضيع منها شيئا، وليحذر من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فهو ميدان تمحيص للأخلاق، ولا يضر المرء ما فاته من الدنيا ما دام محافظا على هذه الركائز، كما تقدم في وصية النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه سيفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في تعاملاته.